دلوقتي بمعادكم مع بيت العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. أهلا. صباح الفل، صباح الهنا والسعادة والتفاؤل. أنا معكم نجوى إبراهيم على نجوم اف ام 100.6، معايا الباشمهندس الدكتور ماجد. ازيك يا ماجد؟ صباح الفل. احنا هنتواصل النهاردة على الارضي 38 35 0 22، والواتساب 01 55 95 1006. مستنية كل، انا جات لي حاجات كتير على الواتساب واحنا لسه ما ابتديناش. حاضر، هرد عليكم واسلم واتصل كمان بيكم. النهاردة الحلقة عايزة شوية تفكير، يعني ما تاخدهاش كده ان هي بسيطة، لا هي مش بسيطة، هي ذكية شوية وفيها شوية شطة وفلفل. طول النهار الناس تقول للبعض كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت طيب. هم قصدهم ايه؟ حتى اللي بيسلم عليك وما يعرفكش يشوفك كده يقف قدامك يكون عاوز حاجة، ولا كل سنة طيب يا باشا، كل سنة طيب يا بيه، كل سنة طيب. هو ايه الحكاية؟ ايه حكاية الطيبة؟ هل الطيبة دي صفة بتميز صاحبها بالخير والتسامح والعطاء والكرم وكل الصفات دي؟ هل الناس بتشوفها كده فعلا؟ انا ما اظنش. الحلقة النهاردة على كلمة أنا ما ظنش دي، كل سنة وانت طيب دي وراها إن. نشوف الإن دي إيه بقى، نشوفها علميا واجتماعيا وسياسيا وكل اللي انتوا نفسكوا فيه. مثلا في ست صفات في الإنسان المفروض إن هو بيتولد بيهم، لأنه بيحصل على كلمة إنسان، يعني ما تولدش قطة كلب فار، لا هو إنسان، فبينزل بمجموعة صفات جميلة جدا جدا. الطيبة، وربنا يديله التواضع لما ربنا يكرمه وينجح. الكرم، انه يكون بسيط، يكون عنده شفافية، بمعنى انه هو يكون مش كذاب، يكون شفاف. المقابل بتاعها بقى للأسف لما بيكبر ويقف على رجليه كده أصل ده طيب، الهبل. يا عم ده هبل، ده لا دي طيبة قوي قوي، هبلة يعني، هتسمع الكلام وتاكل لها بكلمتين ومعقولة عشان الواحد طيب يبقى عبيط؟ الكرم يقولك لا لا لا، مش موضوع كرم، ده منظرة. مثلا يقولك أصل أنا بجيب حاجات وبقول أنا عندي حاجات عشان أما بنعمة ربك فحدث، لا 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 لا، دي المنظرة والتفاهة. بيتكلم وعنده شفافية ويحكي لك ويبقى قلبه مفتوح، ايه دي رغاية قوي، ده رغاية. طب يا عم ده اهم حاجة في الحياة انك تخلي بالك من الصامت اللي قاعد جنبك ده، الصامت ده يعني احذر الرغي والكلام الكتير، فانت لا تعلم متى يخون المنصت. المنصت خلي بالك منه. طبعا كل الفضائل اللي انا قلتها وقلت الترجمة بتاعتها، انا محبش ان انا يتقال عليا ان انا مثلا عبيطة وهبلة، بدل كلمة ما هو قدامي يا طيبة قوي، لا ده طيب قوي قوي، وبعد ما تمشي يقول عليك الكلمتين دول ليه؟ طب ايه اللي هو المساحة اللي تحرك فيها طيبتك؟ يعني توصل لغاية فين؟ ده مهم قوي. توصل لغاية فين دي مهمة جدا. يعني مثلا اما يبقى عندك صديق، الصديق ده خدوم قوي قوي، تعالى يا ابني روح معايا هنا، حاضر، تقف جنبه، وصلني بعربيتك، حاضر، اعمل مش عارف ايه، حاضر. تخيل في بعض الناس يقولك بص عليك بقى باسمه ايه ده بيعملك، هيعملك كل حاجة، ده عبيط يا عم، ده طيب، لا 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 معلش هنستعبطه. ليه تستعبطه؟ ليه؟ وليه تديله صفة ما ينفعش تتقال على إنسان؟ يعني ده إنسان سوي وجميل وكل حاجة. تيجي للست
لما انت تبقي طيبة وجميلة وشايلة البيت وجوزك والولاد فوق راسك من فوق، وهم حتى لابسين جزامهم. بعد كده تبص تلاقي الزوج لا يقدرك، وكمان ساعات الأولاد، لأنه بياخدوا الأمور دي أو بياخدوا الصفات الجميلة for granted، مضمونة دي هتقعد طول عمرها كده تانية وسطها وحانية رأسها علشان الناس ايه تركب فوق ظهرها. طب ده مش كويس. أما تيجي مثلا الأخ الكبير، شوف أخواته الصغيرين، يساعد أمه لو الأب توفى، يساعد أبوه لو الأم توفت، ممكن يضحي بنفسه، ما يتعلمش زي أخواته ما يعلمهم الصغيرين. لكن لما يجي يتزنق، حتى الأخ الشقيق ممكن قوي إن هو ما ياخدش المقابل، لكن هو بيحط في نفسه. المفروض أما تيجي تقول للحد كل سنة وانت طيب، هل دي جملة أو أمنية بتتمنى له الخير، ولا هي أمنية خبيثة؟ خليك كده كل سنة كده وانت طيب، قاعد كده عبيط وهبل. ده اسمه كلام؟ لما فتحنا ده للنقاش عشان نقول الكلمتين دول بقى على الهوى، لقينا انه بالفعل 90% من الناس تحبك في وشك لأنك طيب، لكن من ورا ظهرك هي بتنتقدك وتنتقد بجرح، ان انت لا 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 ما تاخدش على كلامه ده طيب، ما تاخديش على كلامها دي طيبة. يعني ايه معناها؟ اللي هو الهبل والعبط، بعد الشر يعني عليكم. فاحنا النهاردة هنشوف هل الطيبة في الزمن ده كويسة؟ هل احنا عايزين ننشر الطيبة والحنان والتسامح، خاصة في زمن الانترنت والسوشيال ميديا؟ هل السوشيال ميديا دي حاجة طيبة، حاجة كويسة؟ يقولك ايه بقى قبل ما اخش على الفاصل؟ يقولك ده طاب. طاب يعني مثلا البلح طاب، يعني استوى، يعني طري، يعني ينفع ناكله. التفاح طاب، يعني استوى طري ينفع ناكله. المانجا طابت على الشجر، المانجا طابت على الشجر. فكلمة طاب وطابت وطيب يعني ان هو معرض للأكل، يلا كله كل حقه بقى وكل شخصيته، واديله بقى من ورا ظهره زي ما انت عايز. هل انت طيبة؟ هل انت طيب؟ والله والله انا عن نفسي انا بعتبر نفسي من فئة الطيبين، اللي هم الطيبين بلا مقابل. لكن في وقت ما، وده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل، لازم تقف وتقول لا انا مش طيب للدرجة دي، انا مش عبيط وهبل، انا طيب وحنين. نطلع فاصل ونرجع سوا تاني نتكلم في مفهوم الطيبة. هل دي حاجة إيجابية ولا حاجة صفة سلبية؟ انتوا مع بيت العز مع نجوى إبراهيم، برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا مرة تانية في بيت العيلة على نجوم اف ام 100.6. حلو قوي، التواصل ابتدى شديد جدا جدا. الكلام اللي انا قلته الظاهر حمسكوا جدا. في رقم اخره 2487 بيقول لي الطيب بيتاكل حقه، صح ده هو اللي بيقول. 1115 اخر النمره، الطيبه نعمه من عند ربنا لاصحاب القلوب الصافيه. ميار من اسكندرية بتقول مساء الفل على ماما وبابا ومروان، عايز اسلم عليهم وعاوز اكلمك ضروري. حاضر هنكلمك دلوقتي يا ميار. صليب الحزين بعت لي يقول لي انا غيرت اسمي عشان خاطرك فبقيت صليب مسعد. الله، ايوة كده، ربنا يسعدك يا رب. قال لي غيرت اسمي عشان خاطرك، كتر خيرك. ويقول لي وحشتيني. علي فضل الله من بورسعيد بيقول الزمن اللي احنا فيه ما ينفعش فيه الطيبة. علي علاء الدين من الرياض بيقول لي ماما نجوى عنوان السعادة. الله، والله حاجة حلوة الواحد يبقى يتقال له الكلام الجميل ده، اشكرك جدا جدا.
شوفوا بقى، أهم حاجة إن الواحد جميل إن هو يكون طيب، جميل جدا إن هو يبقى طيب، جميل إن هو يبقى حنون، يبقى معطاء، إن هو يبقى رحيم، يخدم، خدوم. لكن اوعى تيجي بطبتك دي تيجي بيها على صحتك. ليه؟ حاجات كتيرة قوي قوي قوي. يعني مثلا اما حرامي يسرقك وشفته وتاخده الاسم كويس، وبعد ما تاخده الاسم هو سرقك بيجيبوا لك الموبايل وتتنازل. انا شخصيا عندي كان حد في البيت والسرق وانا عملت محضر، وبعدين لقيت ان هي هتروح الاسم وخلاص هيبقى عندها خلاص سابقة، فبقيت عيط للظابط والنبي عشان خاطري والنبي تطلعوها ما تودها، لان لو راحت النيابة خلاص خرجت. المهم ان الواحد يبقى طيب في حدود، طيب في حدود. وبرضو المسروقات ما رجعتش يعني لغاية دلوقتي الحمد لله. طيب عشان كده الواحد يتعلم حاجات مهمة قوي، ازاي تاخد حقك بقلب جامد. لازم، لانه لو حد هزر معاك مثلا، هزر معاك هزار بايخ قوي، هزار بايخ، اقف، اعمل وقفة وخد حقك. لو سمحتي او لو سمحت لا تطول وعندك حدود يعني وش ما فيهاش اصل كسفت اصل لا. لو الزوج او الزوجه بتطلب منك اكتر من طاقتك، حتى طاقتك العاطفيه، انت ما قلتليش كل يوم تقول لي انا بحبك، كل يوم تدلعني، كل اسبوع تجيب لي هديه، كل اسبوع تفسحني، قول لها لا ما ينفعش، طاقتي لا تسمح، ميزانيتنا لا تسمح، اعمل وقفه، ده مهم. طيب لو في الشغل مش بيديلك المكافأة مع ان انت بتشتغل كويس جدا جدا، اطلب مقابلة لرئيسك او مديرك في العمل وقول له انا فلان وده السي في بتاعي وده نشاطاتي وانا عايز يعني علاوة. يعني ما تهدرش كل طلباتك، ودي حاجات عادية جدا. طيب لو اهل العروسه مثلا رحت عشان تتقدم لوحده، لقيتهم طلعوا فوق كتافك وعاوزين وعايزين وعايزين وعايز والنيش والقايمه ولا لا 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 كل ده، لا اعمل وقفه. ومش هتبين ان انت قاسي او ان انت بتخرج عن حدود الاخلاق، لكن فهمهم، لازم يفهموا ان انت ما تقدرش تجيب شقه اكبر من اللي انت عرضتها، ما تقدرش تجيب عفش اكتر من اللي انت كذا كذا، دي حاجات مهمة. طيب تيجي عند الأصحاب، لو صحباتك كل يوم يلا بقى بينا نروح نقعد على القهوة، قصدي على الكافيه، علشان نشيش، وانت لا بتعودي ولا بتشيشي ولا، وده بيضايق البيت ماما وبابا مثلا، قولي لا أنا مش هقدر، وخليها مرة في الشهر مثلا. لو صاحبك مصمم ان هو كل ما يروح في الويك اند او في الاجازه الاسبوعيه يروح يصطاد في اخر الدنيا، تعال معايا، وانت ما بتحبش الصيد وما بتاكلش سمك ولا جمبري علشان بيجي لك حساسيه، ايه اللي يخلي كل مره تقول له حاضر تقعد جنبه؟ يا عيني بتفقر، بتنام كده وهو مبسوط قوي ماسك السناره. طب ليه؟ يعني عشان عايز تبان ان انت طيب وان انت مجامل؟ خلي بالك من صحتك. لو حسيت ان حد بقى بيستغلك ما تسكتش، دي مش طيبة. ليه بقى؟ خاصة في الحب، لما تيجي تحبي واحد وده خطيبك وداخلين على جواز وعمالة تقولي له كل الكلام الحلو، وانا فخورة بيك وانت عظيم وانت جميل وانت وانت وانت، وهو ما بيقولكيش ولا كلمة حلوة، اقفي، اعملي وقفة وبطلي وشوفي ايه رد فعله. لو انت نفس الحكاية برضو، هي انت عمال تقول لها وتدلعها وتديها اللي هو الكلام، اصل الكلمة الطيبة دي صدقة،
الكلمة الطيبة دي عبارة عن غذاء، غذاء للروح. الكلمة الحلوة، الكلمة الطيبة الحلوة اللي هو الطفل الصغير في البيت لما بتشوف بيتفرج على المسلسل الاجتماعي اللي عايش فيه، بياخد كل الحاجات المسلسل اللي في المسلسل المنزلي بتاعه اللي هو بابا وماما والجدة والجد وكده، ويروح بيها المدرسة، فبيبقى رحيم وطيب وحنون، أو إن هو بيبقى عنيف وياخد حقه. طيب أما تبقي طيبة زيادة عن اللزوم علشان أنتي خايفة، خايفة ليتقال عليك إن أنتي قاسية، إن أنتي دمك تقيل، إن أنتي، فأنت عايزة تباني إن أنتي طيوبة قوي وكيوتي كيوتي وياختي كميلة. لا، ما ينفعش. خلي بالك خاصة الستات في البيت لما بتدي زيادة عن اللزوم، الزوج أو الخطيب زي ما بقول لكم هو بياخد، هو ضامن، بيجي فجأة بيقف يلاقي في حد اتغير، إن الست دي اتغيرت. الله، الست دي زي الترابيزة كده بأربع رجلين، محطوطة في الحتة في الركنة دي، لونها كذا اتغيرت، ما بقتش هنا بقت هنا، بقت مش عارفة ايه، شالت رجل ونص، الحاجات دي هيحس ان هو التغيير، فممكن يتوقف. واذا كان هو ذكي وبيحب عايز الحياة تستمر، يجيبك بقى يسألك حبيبتي انتي متغيرة ليه، هتردي تقول له مفيش. طب انتي نفسك في ايه، عايزة ايه، ايه اللي مزعلك؟ ولا حاجة. طب قوليلي بس علشان اشوف ايه الحكاية. لا، ليه بقى انت الستات دايما يقول لك زعلانه من ايه؟ ولا حاجه. نفسك في ايه؟ ولا حاجه. مفيش. طب انت عايزه تعملي، عايزه تبيني يعني ان انت برضو كيوتي كيوتي وطيوبه قوي، وهو عليه ان هو يخمن. لا، انا زعلت علشان انت عملت كذا 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 كذا. ويا ريت بقى عشان نبقى يعني علميين نجيب ورقة وقلم، تجيب النوتة بتاعتك العلاقة اليومية بتاعتكم، تقولي له بقى ان عملت كذا وانت ما خدتش بالك وعملت كذا، وعودي واعمليها كوميديا. الكوميديا السوداء دي اللي اخرها هيبقى شوية نكد، بس في امل انه في صلح وفي خير وفي حب. فاحنا بنرفض نقول ان احنا يعني ما فيش حاجة، لكن عشان يتقال علينا ويطلع لنا سمعة في العيلة كلها والعيلتين ان احنا طيبين وكويسين، ما فيش شك طبعا الحاجات دي. والله في حكاية كان أسطورة يعني، كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى كلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام كان في سالف العصر والأوان، كان في قريتين، القرية دي في الجبل ده والقرية دي في الجبل ده، كويس، مش عارفين هم يزوروا بعض، فدول منعزلين ودول معزولين عن بعض. فعد عليهم ساحر وقال لهم ايه رأيكم انا هقدر اجيب لكم حصان مسحور بيتحرك وبيتكلم ويقدر ينقلكم من القرية دي للقرية دي، من الجبل ده للجبل. المهم جاب لهم الحصان الشاب القوي ده، عنده لسه صغير يعني في السن، وابتدى ينقل الناس يركبوا فوق ظهره وياخدهم من القرية دي للقرية دي. ابتدوا الناس والله واحنا كمان عاوزين، واحنا وشيل العيال وخد العيال وخد المش عارفة مين واعمل ايه. كل يوم على يوم على يوم على يوم لغاية لما الحصان برك، قعد برك برك واستخبى في الورق، قعد في الأرض. فرجعوا تاني منفصلين. ليه بقى؟ لأن الناس ما قدرتش إن هو تديله دليل ونهار وصبح ومسا. طب الحصان ده حصان يعني، بس يعني مش حمار يعني، يعني مش للدرجة دي، حرام. فلازم إن احنا نخلي بالنا إنه حتى الحصان أهو طيب، لكن استغلوا طبته، ما تخليش حد استغل طبتك. وده اللي هنقوله بقى ازاي بعد الفاصل، ازاي احنا نمنع عننا الناس المستغلين في الطيبة بتاعتنا، انه يستغلوا طيبة بعض. خلي بالك من طيبتك.
اتفقنا؟ يلا نطلع فاصل. انتوا مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا مرة تانية في بيت العز، البيت الجميل الواسع اللي يسعم الحبايب مليون. وفاء لبيب بعتها بتقول لي: ماما نجوى صباح الفل والورد، انا حقيقي بحبك قوي قوي قوي، او انا كمان عايزه ابعت اهداء لمامتي واخواتي، اقول لهم اني بحبهم قوي، وابعت لصديقه عمري مي واقول لها مهما البعد طال هتفضلي صديقه عمري الوحيده. وفاء لبيب، شفتي بقى مبسوطه. طيب في كمان واحد بعت لي اسمه احمد، بيقول لي في مثل بقالي فتره بشتغل بيه وبعمل بيه كل حاجة. المثل بيقول إيه؟ يعيش البجح على قفا المكسوف الطيب. أول مرة أسمعه دي. كويس ما قالش إن الطيب بياخد على قفاه. طيب نشوف بقى إن نصيحة، يعني ما تبقاش طيب زيادة عن اللزوم، واعرفي أو اعرف إمتى تقول لأ. لا كده وش بالفم المليان، نعمل مش عارفه ايه. لا، في كتاب مشهور جدا اسمه اتعلم ازاي تقول لا، حلو قوي. هي يعني حرفين لام خلاص، بس ايه جباره. لا حلو، امتى حدود الطيبه بتقف؟ انت بنفسك اللي بتوقفها، انت بنفسك بتقول انا هبقى نص نص، يعني هعرف امتى اكون طيب وامتى اكون حاسم، تخلي الامور تمشي زي ما انت عايز. اما تقولي لا، يعني خليكي مصرة على لا. ليه؟ لو رجعتي في كلامك هتبقي قدام اللي قلتي له لا ان انت مهزوزة. لكن في بعض الاحوال الواحد بعد ما بيقول لا في ساعة في انطلاقة كده وشوية عصبية وبتاع، بيرجع يندم، يقول لا مفيش داعي ان انا اقول كده، اهدي الامور، يعني اخليها اعمل لها فيد كده وما افورش قوي، انا بقول لا لا ما ينفعش. فالمهم امتى تقول لا وامتى تسحبها. ممكن ما تسحبهاش في نفس الموقف او نفس الحادثة او نفس الظروف، لكن خلي اللي قدامك يبقى عارف ان فلان ده او فلانة دي بيعرف يقول لا، لان هينبسط قوي لما تقوله نعم، لما تقوله حاضر، لما تقوله ايوة. ليه؟ هيديلك كل ثقته ان انت بتقوله حاضر، يعني انا حاضر، انا حاضر، حضوري حاضر دي معناها انا موجود، انا معاك، انا في ظهرك، انا سندك. ولما تقول لا عارف ان انت استحالة، خلاص انت قلت لا والموضوع ما ينفعش. اللي ما ينفعش قوي بقى انك ترحم اللي بيقسى عليك. في ناس لما تلاقيك طيب قوي تبتدي تمارس القسوة، ما تبقاش طيب ابدا معاك، تقولك ايه يا هو ما بيحسش او هي ما بتحسش، يا إما هي خايفة، يا إما هي يعني نضحك عليها بكلمتين. العلاقات الاجتماعية دي يا جماعة معقدة جدا جدا جدا. إحنا علينا عارفين الشلة الخيط، اسمها شلة الخيط، البتاعة دي بتاعة الخيط، بكرة الخيط، لما تيجي تفكها سهل قوي هتمسك من فوق كده تروح نازلة منك جارية في الشقة. لمها بقى، وريني هتلمها في قد ايه، انت خدتها في ثانيتين فكتها، هتلمها ازاي وتلفها تاني وترجع زي ما كانت؟ ده صعب قوي. فانت خليك عندك الطيبة، عندك التواضع، عندك الشفافية، عندك الصدق، عندك كل الحاجات الحلوة كويس، لكن ما تبعزقهاش في الارض، ما تبعزقهاش على ما يستحقهاش. في ناس ما تستحقش ابدا انك تكون طيب معاها،
لازم تبقى عينيك مفنجيلة كده واسعة، وزي ما بيقولوا ايه، خلي عينيك في وسط راسك. انا ما اعرفش ازاي اخلي عينيا في وسط راسي، يعني من عندي عينتين احط واحده فوق واحده تحت ولا. المهم دايما النصيحه من الاب والام من واحنا صغير، ايه يا بنت خلي عينيكي في وسط راسك. المعنى ايه مجازا؟ هو يعني ما تبقيش طيبه، ما تبقيش عبيطه وهبله، خلي حاجتك في ايدك، ما تروحيش تفرقيها، الساندوتش تاكليه كله، مش عارفه. ده مش معناه ان انا بوصي ولادي ان هم يبقوا كده يعني جلده، او ان هو مش كريم، بس الكرم الزائد هنقول عليه منظره وسفه، منظره وسفه. تبص تلاقي واحد مثلا ما خاطب، يعني مع خطيبته وراحوا، واستنى لما خطيبته قاعده بقى خلاص كده، ويجي ايه المتر بيحاسب، يفضل بقى ايه وانت ايه واعمل ايه، وروح مطلع مثلا 100 جنيه، ويقول له بقى 100 جنيه دي فوق الحساب، دي علشان خاطرك انت، ودي بقشيش مني، ويديله محاضرة في البقشاشة علشان هي تسمع. يا عم انت كده مش طيب ومش كريم، انت بتتمنظر ليه؟ الحاجات دي بتبقى، البقشيش ده بيبقى حاجة جميلة جدا، يعني بتديله بتساعده كويس. ايمن عماد بيسأل بيقول ماما لما شخصيتها قوية في الشغل، بس لما بتيجي البيت بتبقى طيبة قوي، فاحنا مش عارفين هي كده تبقى يعني ضعيفة. لا، هي لكل مقام مقال، وكل مكان له شخصية. يعني انت بتروح رحلة، ممكن الناس الاصحاب والعيلة كلها يطلعوا رحلة مع بعض، يرقصوا ويغنوا وياكلوا ويختفوا سندوتشات ويعملوا مش عارف ايه ويأكلوا بعض في بقهم، لكن ده ما يحصلش مثلا في الشغل. مش هنروح يحطوا مزيكا مثلا، او حاطط السماعات وبيسمع مزيكا ام اي مرائس. في حدود لكل حاجة. الطيبة لازم يبقى معاها شوية رحمة. من اللي بياخد من طبق الطيبة ده وعمال ياخد ويغمس وياكل، ارحم. يعني ما تبقاش تاخد منه وتعتبره ان هو عبيط، زي ما بيقولوا بريالة. يعني ليه؟ ده الطيبة دي امسك فيها وتبت. خليك رحيم، يعني ارحم ترحم. اللي بيرحم حد ربنا بيرحمه، طبعا ربنا فوق الجميع بيرحمه، لكن الناس اللي هو بيتعامل معهم ورحمهم قبل كده ويعني حبهم، لازم هم كمان يرحموا. ارحم ترحم، كويس قوي. في واحد بعت لي 0845 بيقول لي الطيبة للأب والأم والأولاد بس. لا يعني ما هو أنا مش رايحة، يعني مش هدوم دي هلبسها، يعني زي هروح أنام ألبس البيجامة. لا، الطيبة دي صفة جميلة، هتلاقي نفسك غصب عنك في البيت طيب، وبتخرج بيها. ده جزء من الفيتشرز يعني من شكلك، من عاداتك، من اخلاقك. الطيبه دي مش بتاع ماسك هتلبسه في البيت وتقلعه وانت يعني. فانا شايفه انه الام والاب والاولاد والعيله كلها واللمه تبقى طيب معهم، لكن الناس خلي فيه تنقي، تنتقي البني ادمين اللي يستحقوا الطيبه، في ناس لا تستحق. يبقى ماتيور، يبقى خليك ناضج كفاية ان انت تعرف تميز بين اللي بيستعبطني وبيستهبلني وبين اللي بيحترمني وبيقدر طيبتي. وزي ما بقولك يا حبيبتي، صغننة وكبيرة، مش متجوزة ومتجوزة، بتشتغل او ما بتشتغليش، خلي بالك من طيبتك. لازم يبقى فيه درجة معينة. انت لما تيجي تعملي مثلا كوباية شاي قد كده، هتحطي فيها 3 معالق شاي وخمس ست معالق سكر؟ كل حاجة ليها مقاس،
ومقادير المقادير. واحد بعت لي بيقول لي انت طيبة جدا جدا يا ماما نجوى عشان انت بتتكلمي في الموضوع ده النهاردة. والله انا كنت زمان ممكن تقول ان ماما نجوى من كتر ما هي طيبة تبقى مثلا عبيطة ولا ايه. لا لا ماما نجوى تقول لها كلمتين حلوين دي قلبها طيب قوي، طيبة قوي قوي كده. لكن كل ما الواحد بيكبر وكل ما بياخد خبرة وبيخش في تجارب بتبصوا تلاقوا ان الموضوع المصفة ضاقت شوية. عارفين المصفة؟ يعني في مصفة بتبقى خرومها واسعة بتتدلدق منها الحاجات بسرعة، واللي انت عاوز تصفيه برضو بينزل زلط طوب اي حاجة. لكن كل ما بنكبر شوية شوية هتلاقي نفسك في حاجات مش هتفوتيها، في ناس مش هياخدوا منك الطيبة على صينية ذهب. خلي بالك من الحكاية دي. هيطلع عليك مثلا سمعة ان ياه دي قلبها جامد، ياه ده مش عارفة ايه، بس مش لدرجة ان مثلا انا اعرف ناس تقول له مثلا صباح الخير ها في ايه، ما يرضاش يرد صباح النور لا خالص. انما السؤال المهم ايه الاخبار، اوقفه بقى هنا، تعالي حبيبتي انا عندي اخبار، واقول لا 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 اصل انا مشغوله جدا. يعني في كلام كلاشيهات كده بنقولها واحنا لا نعنيها. في فاصل هناخده دلوقتي، وخلوا بالكم ان ده الفاصل الاخراني اللي هو بقى فيه ايه المنشط الرئيسي او الكلام المهم اللي هنطلع بيه علشان نشوف هنستعمل ازاي الطيبة على اساس ان احنا كلنا طيبين وكلنا بنتقي ربنا، فازاي هنطلعها وازاي نعمل منها بني ادم محترم زي بالظبط الطبخة لها مقادير. هنشوف مقادير الطيبة. خلاص هنطلع فاصل صغير قوي، يلا بينا ماجد نطلع فاصل ونرجع مع بعض تاني. بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اهلا بيكم معايا في بيت العز، بيت الهنا، بيت السعادة يا رب. ريهام سليمان بتقول انا بحبك بجد وبقول ان الطيبة الزيادة بتبقى هبل. والله انت اللي قلتي معاكي. نمرة اخرها 2300 عايزاكي في موضوع شخصي. حاضر هكتب النمرة وهكلمك بس بعد البرنامج. طيب في كمان احمد جمال من 6033، نبيل حماد بعت لي يقول لي انت مش طيبة فانا اتخذ كده انت ملاك. ايوه كده مش ملاك قوي، يعني الواحد برضو الخبرة بتدي بتنشف البني آدم. تعالوا نشوف بقى يعني لما تيجي تقولوا رأي خبراء العلم النفس، الناس اللي هم بيفهموا، يقولك ايه. نمرة واحد ما تقعش في الغلطات دي. نمرة واحد ما تقولش ما تخافش تقول لا علشان تتجنب شعور بالذنب. يعني حاجة لازم تقول فيها يلا تقول فيها، وهي لازم تقول لا عشان خاطر خايف الذنب وخايف ان يحصل لك حاجة تبقى عايز تقول وبتتكسف. بلاش. لا تتظاهر بالهدوء رغم غضبك الشديد علشان خايف اللي قدامك برضو يحكم عليك غلط وان انت تبقى هادي. والله انا عايز اقول لكم على حاجة لطيفة جدا. هي في العلم الاسترولوجي دي اللي احنا اللي هو بالبلدي كده بيقولوا البخت، لكن دي في الشخصية. يعني الشخصيات مثلا حسب اتولدوا امتى والساعة كام وحسب الابراء، يعني مش هتكلم في الحاجات دي، لكن عايز اقول ممكن قوي الواحد يبقى هو طيب وحنون. عن نفسي انا اوكي طيبة اوكي تمام، لكن الغضب بيجي بعد سنة لما تقعد تزهقني وتزعلني وتزعلني وتزقعلي زي ما بيقولوا بزعل. وبعدين بعرف ان اللي قدامي مصمم ان هو
لا يبقى فيه اهتمام ولا يبقى فيه احترام وعلى الواحدة خلاص بتنسحب. يعني حاول ان انت تفرز البني ادمين، افرزهم، شوف ده ايه، ده اخضر، ده احمر، اصفر، ده كاروهات، ده اسود، خلي بالك. كمان لا تتحمل اعباء ثقيله حفاظا على العلاقه، ده اهو الخبير بيقول لك كده، لا تتحمل عشان تحافظ على علاقه تجيب لنفسك الامراض والسكر والضغط والقولون والمعده والقرح ما ينفعش في الاخر خلاص خالص بقى هتلاقي نفسك جالك قرح الفراش قاعد بقى كده، ما ينفعش. خلي بالك على صحتك كويس. عايز تبقى طيب طول الوقت، عمرك ما هتعمل كده خالص. ليه؟ هتيجي على نفسك وهتيجي على صحتك وهتيجي على حاجات كتيرة جدا. كمان خلي بالك على مقادير طيبتك علشان هي دي اللي هتحدد شخصيتك قدام الناس. كمان اعرف امتى تكون طيب، هل في موقف ما ينفعش فيه تكون طيب، ينفع ان انت تبقى تبين ان انت قوي، عندك شخصية، بتقول لا، بتدي نصيحة، بتتحمل، بتدي، بتخدم، اوكي تمام. لكن برضو في وقت هتقول لا ما اقدرش، لا شكرا بالسلامة، لا ما ينفعش خالص. وده على فكرة يبقى حلو قوي لو يا ماجد اديتني كمان دقيقتين اتكلم اكمل فيهم. يبقى حلو قوي ان انت تبقى طيب، بس مش كل الاوقات، في مواقف يعني تستحق ان انت تبقى ناشف شوية. عشان تبقى طيب علشان سمعتك، انه الراجل ده طيب قوي، الست دي طيبة طيبة فظيعة، لا ده قدامك او قدامك لكن وراكي بيقولوا كلام تاني. طيب اذا كان انت عاوز تعمل سمعة، لا السمعة بقى حاجات تانية خالص، تفاصيل التفاصيل علشان تكون سمعة، لان السمعة اطول من عمر الانسان. السمعة عمر تاني، عمر تاني خالص. وبعدين عايز اقول لكم على حاجة بقى في ختام البرنامج الجميل ده اللي احنا بنقعد نتكلم فيه مع بعض. يقول لك ايه يا عم، هو الواحد بيعيش مرة واحدة؟ ايه الكلام ده؟ لا كلام مش صح، الواحد بيموت مرة واحدة لكن بيعيش مئات المرات، الاف المرات. كل يوم الصبح الحمد لله ربنا بيدي لك عيشة جديدة، حياة جديدة، استعملها كويس، استغلها. هنا بقى تبقى استغلالي، اخد اليوم ده اللي هي العيشة دي اللي هي الحياة وامسك فيها قوي، واعمل كل حاجة لربنا وللي حواليا، لجوزي، لولادي، لاهلي. يبقى احنا هنقول حاجتين في الاخر، ان السمعة اطول من العمر، وان السمعة عمر تاني، وكمان انه الحاجة المهمة جدا ان انت بتموت مرة واحدة لكن بتعيش مئات المرات والاف المرات. ربنا يديكوا طولة العمر، ربنا يمنحكوا القدرة على التعامل بطيبة، والقدرة على ان تقنن الطيبة بتاعتك، تقنن السذاجة بتاعتك، خليكي ذكية عشان تعرفي تستعملي كل صفاتك الجميلة. وأنا بحب قوي أتعامل مع الناس الجميلة زيكم اللي فيها كل الصفات الحلوة، نقنن، مش نقنن جاية من الأنانية، لا نقنن جاية من احنا نقنن، نبقى كل حاجة ليها مقادير. بتمنى أن كلكم يبقى قلبكم طيب، تسامحوا وترحموا عشان الناس تسامحكم وعشان الناس ترحمكم. وبتمنى ان انا اشوفكم كل يوم خميس واسمعكم في الحاجات الحلوة دي. وانا نجوى ابراهيم، كنت معاكم على نجوم اف ام 100.6 من الساعة 1 للساعة 2 على نجوم اف ام، وبيتعاد تاني كل يوم سبت من 4 لـ5 بعد الظهر. اشكرك يا دكتور ماجد، شكرا ليكم جميعا، باي باي، الى اللقاء. انتم مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية
البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.